السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم. إن شاء الله نحضر مع بعض غريبة كتجي رطبة ولذيذة بزاف. المقادير اللي هنحتاجو ليها هي كالتالي: هنحتاجو 4 بيضات، رشة ملح، فاني، كاس سكر، كاس ونصف زيت نباتي. وملعقة ونصف عسل. غادي نطربوا الخليط ديال البيض والسكر والزيت مزيان جيدا. غادي نضيف الطحين. انا هنا ضفت 3 الكيسان طحين. ملعقة خميرة الحلويات، ملعقة شاي، ملعقة شاي بيكربونات صودا. بما ان الخليط هنا مازال خاص الطحين، انا ضفت ليه هنايا نص كاس طحين. المهم تنحصلوا على عجينة ماشي قاسحة، يعني متوسطة. يعني ندهنوا ايدينا بالزيت ونكوروا كويرات بحجم المندارين. كل ما كانت كبيرة كل ما كان الشكل ديالها احسن.
شكون عملية تكوير سهلة. مرة نضيف قطعة الزيت من بعد ما كملنا عملية التكوير، غادي نحتاجو لجوج أصفر بيض مع ملعقة ديال فاني، ملعقة صغيرة. ندهن الكويرات من الفوق بصفار البيض، من بعد ما تنكملوا دهن الكويرات كندخلوها للفرن يكون سخون مزيان. ها هي النتيجة، كتجي غريبة زوينة بزاف، جربوها وما غاديش تندموا عليها. حتى الشكل ديالها زوين والمذاق أحسن. هاد الغريبة كنهديها ليكم، كنهديها للصديقة ديالي أمينة العلاوي، اللي كنحييها وكنقول ليها توحشتك بزاف. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة ديال اليوم. إلى وصفة قادمة بإذن الله، مع السلامة.